سر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. بكي على أحبة جلستهم ليلى نهار، فالدمع بلل أعيني والقلب أحرقته نار. وكنت غيمون مش راسي يدفع وجهي الدنيا، الدنيا الصغيرة موجودة ودا بزيت طاب الجيران ديال الدكان معوره والمرقان ديال، ولكن شي سوال خير اللي في الشغل المرقان ديال الاخيره راه المرقان سوره ونمسل الصفار ديال المرقان رعمه بركي رعمه هو تبجنا هو ديال الصفار يلا يخسر يعقل غاو جنة يعقل من الصفار بركي تسخي الدنيا. رحل عنا بحر هذا الاسبوع شيخ من مشايخ الدعوة في المنطقة، هو سليل سيدان هذه المنطقة منبع الزنغان وما جاورها، قيدوم الدعاة الشيخ محمد الهواري ندعو له. اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران، اغفر له ارحمه وعافه واعف عنه وهكر نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما يبقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم ادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه. اللهم لا تجعل قبره حفره من حفر النار. اللهم كما لهج بالدعوه الى دينك فارحمه تحت الأرض واستره يوم العرض ولا تخزه يوم يبعث يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم آنس وحدته، اللهم آنسه في وحشته وفي غربته. اللهم تقبله عندك عبدا صالحا، اللهم ارفعه عندك درجات وضاعف له الحسنات.